الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على أن الجنين قبل نفخ الروح فيه لا يعتبر إنسانا ولا يدخل في حيز الإنسانية، إذ أن البدن منفردا عن الروح لا يعتبر صاحبه إنسانا، فالجنين قبل 4 أشهر لا يحكم عليه بأنه إنسان حي. وبناء على ذلك لو سقط الجنين قبل نفخ الروح فيه فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، إذ لا إنسانية له، لأن الحياة الإنسانية لم تنفخ فيه إلى الآن.